في تأمل لطيف جدا للشيخ عبد الرحمن السعدي الله يغفر له يرحمه، يقول فيه من لطف الله عز وجل بنا بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب مصالحهم لا بحسب مراداتهم. يعني احنا نريد شيء لكن الله يقدر لنا ما هو أصلح لنا، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه. ليش تتوقع؟ لطفا بهم وبرا وإحسانا. تأمل معي يا صديقي، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. بعض الأحيان يا أخي تستغرب، تجيك بعض التأملات تقراها فتحس إنها تبعث فيك روحا جديدة، تجدد لك كذا الحياة. الله يا شيخ قولوا آمين، يجمل حياتنا وحياتكم بكل خير.